حيدر كريم مدير اعلام مديريه المرور العامه لمدينه بغداد لنطلع على اخر المستجدات بخصوص واقع الشارع العراقي. صباح الخير سياده العميد. صباح الخير. صباح الخير سياده العميد. نعم سيادة العميد تسمعنا؟ طبعا أكيد هو يكون موجود بالواجب فلذلك يمكن بصعوبة أنه يسمعنا. سيادة العميد إذا تسمعنا أنت الآن على الجو. صباح الخير سيادة العميد. صباح الخير عيسى. صباح الخير زهراء. صباح الأنوار والعافية عليك يا أهلا. طيب بالإمكان اليوم سيادة العميد أنه تحدثنا بتفصيلات أكثر عن حركة المرور في مدينة بغداد بما أنه اليوم شهدنا زخم مروري خاصة بالمناطق الرئيسية. والله احنا يعني في النهاية أول يوم يعني شهدت بغداد كثافة عالية في بداية الصباح يعني من الساعة الأولى الساعة 700 يعني الساعة 7 شهدت مداخل بغداد مركز بغداد يعني كثافة عالية. نعم. ولحد الآن أكو بعض الكثافات متفرقة في مراكز بغداد. نعم. يعني قرطبة طيران التحرير ذهاب وإياب عندنا يعني كثافة، عندنا أيضا الخلفاء باتجاه المقاتل مدينة الصب أيضا عندنا كده كثافة. الطريق الرابط بين الخلان وصولا إلى الخلفاء يعني الرصاف الخلفاء هذا مركز تبضع أيضا عندنا كثافة ذهاب وإياب في الطريق. عندنا طريق محمد القاسم أيضا بعض المداخل تشهد كثافة لكن على امتداده أكو نوع من الانسيابية فقط في مداخل محمد القاسم. عندنا أيضا طريق القناة فقط أيضا المخارج مال القناة أيضا شهدت عندنا كثافة لأن ارتباطها بشرق القناة وتعرف كثافة شرق القناة في اتجاه المركز. مداخل السيطرات الرئيسية سيطرة جسر جالة وسيطرة الشعب يعني شهدت كثافة لكن الموقف الآن يعني أفضل بكثير من بداية الساعات الأولى. هذا جانب الرصافة. جانب الكرخ عندنا أيضا شهدت كثافة من سيطرة 75 باتجاه بغداد وصول إلى جسر بغداد إلى تقاطع المصافي. أيضا عندنا من السريع الدورة شهد عندنا زخم جدا عالي بسبب حادث اللي صار قريب على مدخل المصافي. صعدنا حادث مروري يعني ثلاث مركبات الله ان شاء الله يقومهم بالسلامه لان حادث صدام منقلاب ثلاث مركبات يعني ادى ذلك الى وجود زخم جدا عالي في هذا الطريق والحمد لله والشكر يعني تم ازاله هذه المركبات. عندنا ايضا من سريع ناو جسر بغداد باتجاه الجادريه وصولا الى نزله الجادريه يعني شهد عندنا كثافه. عندنا الطريق الرئيسي اليرموك النسور الفارس وصولا الى العلاوي ذهاب واياب شهد عندنا كثافه. هذه اهم الكثافات الموجوده بالنسبه للشارع البغدادي. نعم طب اكيد كل الشكر لك سياده العميد والله يعطيكم الصحه والعافيه طبعا وشكرا لكل قواتنا الامنيه اللي متواجده في شوارع بغداد على تنظيمهم لحركه سير المرور العام اللي موجوده. طبعا كلنا عرفنا اليوم انه الزخم اللي حاصل في مدينه بغداد فشيء كلش قوي واضافه لذلك يعني انه نعرف انه اكو امتحانات بنفس الوقت ممكن هذا الموضوع حتى راح ياثر على انه الطلبه بدل ما انه كانوا قاعدين لاسه ممكن راح يتوجهون الى اماكن امتحانات خصوصا احنا نتمنى كل التوفيق لطلبة الامتحانات الخارجية اللي حاليا يمتحنون امتحانات التمهيدية بالكليات والجامعات اللي هم التمهيدية السادس الخارجي حاليا يمتحنون فاحنا نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله والنجاح. تعرفين اليوم اغلب الطلاب يعني راح يطلعون بدايه الساعات الصباح طبعاً. الاولى ممكن انه تشهد كثافه لكن لانه التوضيح من سياده العميد كان بخصوص شارع المصافي انه اكو حادث لان كان هناك تزخم مروري جدا عالي بحيث اوقفت او شلت حركه المرور مداخل ومخارج العاصمه وصولا الى سريع الدوره فهذا الشيء يعني يعتبر من الاشياء اللي
يعني حادث قضاء وقدر اللي صار، بس احنا نتمنى دائما من مديرة المرور العامة انه تعطي بعض من الارشادات والتوعية لدى جميع المواطنين، وخصوصا مواقع التواصل الاجتماعي، حتى نمود نبتعد من موضوع إتاحة الإشاعات. مثل ما تعرفون اليوم الإشاعة هي تعتبر المصدر الأساسي اللي دائما نشوفه انه يتداولوا بمواقع التواصل الاجتماعي. فشكرا لمديرة المرور العامة على اعطائها هذه الفرصة من خلال تقديم المشورة لكل المواطنين واطلاعهم على السير اللي موجود داخل العاصمة. مشاهدينا الكرام، على مود نكمل وياكم ونتابع كل فقراتنا، خلينا نتابع حالات الطقس بعدها نعود.